أهم الأخبار في 60 ثانية تأتيكم من جريدة المدينة. ولي العهد يطلق مشروع ذا لاين على امتداد 170 كيلومتر مربع بنيوم. 12 شهراً حد أقصى لتعويض المتضررين عبر برنامج ساند. 26% زيادة في إيرادات البلديات وتبوك تتصدر. سد النهضة، استئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا. الأحد الدامي، قتلى وجرحى في هجومين بلوس أنجلوس وشيكاغو. 75% ارتفاع في المبيعات الرقمية وتراجع السحوبات النقدية 30%. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع جريدة المدينة المدينة.com.